تتابعون في نشرتنا أيضا: نيجير فان بارزاني يشكر الصين لمساعدتها كردستان في مواجهة كورونا، والاتحاد الوطني يلغي نظام الرئيس المشترك وينتخب بافل طالباني رئيسا. أضرار كبيرة في العاصمة طرابلس جراء اشتباكات بين أنصار دبيبة وباشاغة، ومصر تخفض إنارة الشوارع والميادين لمواجهة أزمة تراجع احتياطها من النقد الأجنبي. وكابول تتهم باكستان السماح للمسيرات الأمريكية استخدام مجالها الجوي لدخول أفغانستان. وفريق من الطاقة الذرية يتجه إلى محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا.